في تجربة عملتها جريدة الوطن على فكرة منشورة في عدد باكر، الصحفي أحمد العميد قرر ان هو يعمل نوع من المعايشة لركوب القطار اللي هو طبعا بغض النظر عن وقوع الكارثة او وقوع الحادث، يعني مسارات القطارات ورحلات القطارات لا تتوقف وبتبقى في نفس المواعيد على حد علمي، يعني نفس القطر اللي طلع من بورسعيد وهو هو برقم نفس الرحلة. يعني قرر هذا الصحفي الشاب ان هو يستقل هذا القطار، وتعالوا نشوف ايه اللي اكتشفه. مساء الخير الاستاذ احمد العميد معايا. ايوه يا فندم. اهلا بيك، شكرا لمشاركتك في برنامج 90 دقيقة. انت النهارده عملت تجربة كده فيها معايشة، ربما المشاهدين بتوعنا كده تطلعهم على الرحلة كانت تفاصيلها ايه يعني. نعم نعم، هي كانت صراحة يعني هي كانت رحلة صعبة جدا وشاقة، وكان ده طبعا بالنسبة لناس كانت يعني بتمر بيها بشكل اسبوعي او خمس ايام او اربع ايام في الاسبوع، فانا ما يعني صراحة تعبت في يوم واحد، فما بالك الناس اللي كانت اصلا بتروح شغلها في القطار ده. انا رحت ركبت القطر من الساعة 7:15، طبعا سألت على القطر قالوا هو ده القطر نفس الرقم اللي هو 571 اللي هيروح اسكندرية. انطلق الساعة 7:15، وصل يا فندم اسكندرية المفروض يوصل الساعة 2:15، وصل الساعة 7:15، يعني اخد 12 ساعة، نص يوم كامل. من 7:15 صباحا ل 7:15 مساء بالظبط يا فندم، يعني خد 12 ساعة على بال ما وصل اسكندرية بالظبط كده. وكان طبعا علشان العربيات اللي موجوده في الخلف، هو في عربيتين بس مكيف والباقي كله عربيات طبعا مش مكيفه، درجه الحراره مرتفعه جدا، الاطفال كان في حاله من الصراخ، الناس بدات تتعب وتزهق لدرجه ان القطر وقف اكثر من 10 مرات، يعني القطر بقى يوقف الناس تروح تسال السواق يقولوا طب انت هتحرك امتى؟ يقول لهم ما اعرفش، يعني ما فيش اي اجابه. فبعد يعني بعض الركاب وعدد كبير جدا منهم لما زهق بدا ينزل ويمشي في الاراضي الزراعيه ويدور على اي طريق يخرج منه، يعني تخيل بقى ناس كانت مسافره ولا جايه فنازله بالشنط بتاعتها وحاله من المعاناه غريبه جدا. بالنسبه للسيدات الكبار في السن اللي هم طبعا مش عارفين ينزلوا من القطر لان هو واقف في نص ارض زراعيه ما فيش رصيف، وحضرتك تعرف ان القطر في مسافه ما بين الدرج وما بين الارض، هو لازم يقف على رصيف عالي، فطبعا السيدات الكبار يا اما بقى تجيب سلم مثلا علشان تجلي بالضبط الركاب من على القطر. لا لا، في طبعا ده ما كانش طبعا موجود ومش متاح في مناطق يعني مقطوعه، وحتى يا احمد لو نزلوا في جوه منطقه زراعيه او منطقه ريفيه هينزلوا يروحوا فين؟ ده صحيح، دي كانت معاناه، وعشان كده الناس فضلت قعدت موجوده في القطر وبقوا خايفين جدا ان الليل يخش عليهم في منطقه مقطوعه زي دي. ان نص الركاب اللي كان مثلا من الشباب والرجاله قدروا هم ينزلوا ويتحركوا، يعني اللي نزلوا، وكمان اصلا في تكاتك لما عرفت ان في قطر واقف قريب في المنطقه الفلانيه راحوا لهم عشان يعني يوصلوهم لمحطه او كده، فكان حاله من الفوضى وجد والمعاناه اللي عاشها الناس في رحله من بورسعيد لاسكندريه تاخد 12 ساعه. انا لافت نظري يا احمد الناس، طبعا انت عايشت الناس وشفت ظروفهم وهم بيصمدوا هذا الصمود الرهيب 12 ساعة في الحر، درجة الحرارة تقريبا كانت واصلة ل 40 درجة مئوية. الناس دي استحملت ال 12 ساعة ازاي؟ أكلوا ازاي؟ شربوا ازاي؟ اتكلموا ازاي عن الحادث اللي قبله؟ العيال الصغيرة عملت ايه؟ كان يعني هو الصراحة لما كان بيقف القطر في مكان كان فعلا الناس اللي هم بيوتهم بتطل على شيط القطر كانوا متعاونين جدا، بيقدموا الميه ويسهلوا للناس اذا عايز اذا حد عايز حاجه يجيبوها له، لان فعلا الجو كان صعب جدا، درجه الحراره كانت عاليه، وفي نفس الوقت الناس اللي هم كانوا بيبيعوا ميه الحاجه خلصت، في منهم نزل في محطات قبل كده فما فيش فعلا ميه في القطار، فبدات الاهالي اللي بيوتها بتطل على شيط القطر تعاون الناس، فدي فعلا يعني جانب ايجابي من الاهالي اللي يعني بيقطنوا على شيط القطر. من ناحية. هل يا احمد كان في، انا اسف بقطعك بس، هل كان في اي يعني لحظات خاصه جدا لما القطر عدى على مكان الحادثه؟ طبعا ده اللي كنت هاجي لحضرتك في نهايه المداخله، بان القطر لما عدى على يعني الناس كانت تعبانه ومرهقه جدا وحاله من الغضب شديده جدا، مر يعني
كانوا في حاله بصراحه يعني فزع من اللي حصل، لان هم كانوا خايفين ان القطر يقف فالليل يخش فما يعرفوش يتصرفوا ازاي. فالوضع كان سيء. اول ما عدى على المكان اللي هو فيه الحادثه وشافوا العربيات دول بقوا يعني دعوات وبقوا يقولوا ربنا يخرجنا من البلد على خير. يعني صراحه كان الوضع مؤسف جدا ان هم قالوا يعني حتى بعد كل ده ممكن احنا يصيبنا حادثه زي دي ونبقى احنا جوه عربيات يعني متفعصه ومتبهدله بالشكل ده. طبعا اصلا لما كان القطر بيقف كان هم بينزلوا يقعدوا على الارض ليه يخافوا؟ قال لك احنا خايفين لا في قطر تاني يجي مبين يخبط فينا زي اللي خبط في الحادثه. طب معلش هو سؤال سريع وخايف يكون سؤال ساذج بس هسأله والله، يعني هو هل في طوال فترة هذه الرحلة اللي قعدت 12 ساعة من بورسعيد لإسكندرية، هل في حد من الحكومة بتاعتنا، هل في حد من السكة الحديد مثلا موظف كده ظريف، ست موظفة لابسة كده لبس السكة الحديد مثلا عدى تطمن على الناس او تواصل معاهم او طمنهم على حالهم؟ يا فندم سؤال ساذج معلش. لا القطر اصلا موجود فيه 8 كراسي مخصصين لرجال الشرطة. كانت الناس بتروح تسألهم، دول هم امناء الشرطة المسؤولين عن الامن في القطر، هم 8 كراسي أربعة قصاد أربعة مخصصين بس لإيه؟ ما حدش يقعد عليهم حتى إلا الشرطة. فلما الناس بدأت تروح تسألهم يا جماعة طب شوفونا هنعمل إيه؟ هل هنفضل موجودين هنا في المكان ده؟ هنروح إمتى؟ قولوا لنا عشان نتصرف، نشوف مواعيدنا، بيوتنا، مشاورنا، الكلام ده. هم خدوا بعضهم انسحبوا وراحوا اتجهوا للعربية اللي هي بتاعت السواق والكمساري. كان تقريبا في 5 أو 4 شفناهم. كلهم خدوا بعضهم وراحوا في العربيات المكيفة اللي قدام في القطر. حتى انا بقيت اروح واسال الكمسار اقول لهم انتم عندكم اي معلومات؟ عندكم يعني حتى سالوا بقول طب هل دي الرحله الاولى لل 571؟ قال لي دي الرحله الاولى ليها واحنا كنا فاكرين انها توصل بسرعه لكن في عطل واحنا مش عارفين والكلام ده. فما كانش في اي تواصل مع الناس، بالعكس هم راحوا عند السواق. ده في اكتر من كده كمان، ان السواق بتاع القطر لما شافني انا نزلت وبصور اللي الناس معاناتهم وشايلين الشنط ونازلين من القطر، بقى هو يصورني بيقول لي انا بقى هوريك انت ازاي تصور كده. يعني انت في ايه ولا في ايه؟ يعني انت يعني المنطق بيحكم يعني مش فاهم صراحه. بقول لك الكمساري نفسه والرجال الامن خدوا بعضهم وراحوا قعدوا في العربيه بتاعت السواق والعربيه المكيفه اللي وراه عشان ما يواجهوش يعني اسئله الاهالي. ايوه والاعلام في الاخر يبقى هو اللي غلطان وازاي يصور حاجه زي كده. هو بيصورني انا. هننتظر هننتظر يا احمد، انا بحييك طبعا على الشغل المهني ده، وهننتظر نتابع التحقيق بتاعك في عدد بكرة إن شاء الله. شكرا للصحفي الشاب أحمد العميد من جريدة الوطن اللي عمل معايشة في نفس الرحلة اللي تعرضت للكارثة بتاعت يوم الجمعة، وهي أول رحلة اللي هي بتقوم 7:15 صباحا بورسعيد اسكندرية اللي خدتها في 12 ساعة من المعاناة بعد أن كان مقرر ليها 4 ساعات فقط لا غير. طيب